كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما كلا الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما شاء الله صدق الله العظيم.